السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده احنا بنصوره النهاردة يوم الخميس 22 أبريل من مكتبنا في مؤسسة جسور في القاهرة، بريدجز فاونديشن القاهرة. الحمد لله بعد ما استطعت ان انا اوصل وبعد بداية وجود رحلات طيران الحمد لله ربنا يسر وقدرت ارجع نمرة واحد. احب اشكركم جدا 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 على سؤالكم عليا، كل الناس اللي سألت كان بالتليفون او اللي بعتوا ايميلات احب اشكرهم جدا جدا جدا. نمرة اتنين، احب اطمنكم ان الدورة او دورتين رد الشبهات اللي هيقاموا ان شاء الله الاسبوع الجاي هيقاموا في معادهم باذن الله. الدورة العربي يوم الخميس والجمعة والسبت من 6 مساء، الدورة الانجليزي هتبقى يوم الجمعة والسبت صباحا ويوم الحد زي ما انتوا عارفين، والناس المشتركة في الدورة الانجليزي تقدر تكلم المكتب وتعرف الوضع ايه بتاع الدورة اللي اضطرينا نأجلها نتيجة عدم تأكدنا من انا اقدر اوصل في الوقت المناسب. الحقيقة في بعض الخواطر كده عايز اتكلم عنها جت في خاطري وانا في الاجازة الاجبارية اللي حصلت لي في لندن. وسبحان الله، معناه انا بحب جدا يعني مدينة لندن وبتردد عليها كتير بحكم وجود تسجيلنا لبريدجز اوروبا في لندن، ولكن احساس الواحد بانه مهما كان ده مش وطنه، سبحان الله وطني وان جار علي الزمان عزيزه واهلي وان بخلوا علي كرامه. فعلا ما فيش زي وطن الانسان. لكن اللي عايز اتكلم عليه هو الاحساس بتاع الواحد وهو مجبر على المكث وعدم الاستطاعة انه يخرج. دايما كان يتردد في ذهني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له الدنيا. وما قالش من بات امنا، قال من بات امنا في سربه. فعلا سبحان الله، الواحد وجوده وسط اهله واصحابه بيخلي الواحد عنده شعور يعني مختلف. الحاجة التانية الحقيقة هي مسألة البركان واللي حصل. مش مفروض ان الامور دي تعدي او ان الاحداث الكونية تعدي من غير ما المسلم يتوقف عندها ويتدبر فيها شوية. الله سبحانه وتعالى يعني بيقول: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فعلا سبحان الله، لازم نفكر دايما في خلق السماوات والأرض ونفكر في الأحداث الكونية اللي بتحصل حوالينا. إيه اللي حصل؟ بركان من الدرجة الثالثة، البراكين 10 درجات، ده يعتبر من أضعف البراكين اللي موجودة في العالم. ثار، ولكنه بدل ما يرمي حمم، بدل ما يرمي نار، رمى عفار، بقى بيعفر بس. هو ده كل اللي حصل. كانت النتيجة ايه؟ ان اكبر تجمع للدول المتقدمة في العالم قعد مش قادر يطير. 22,000 رحلة طيران بتخرج كل يوم في اوروبا قعدت لمدة 6 أيام طيارات على الارض. خلي بالك الكلام ده ما حصلش فوق امريكا الجنوبية، حصلش فوق افريقيا، ده حصل فوق اوروبا. اكبر تجمع للدول المتقدمة في العالم، المكان اللي اخترع فيه الطيران، المكان اللي بيتعمل فيه طيارات الايرباص، المكان اللي الناس ظنت نفسها فيه هي مالكة السماوات. فاللي حصل ان مالك السماوات الحقيقي قال لهم: لن تطيروا في سمائي الا باذني بس، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لابد نتذكر ولابد نعرف قدرة ربنا علينا، وبأمر بسيط جدا جدا جدا، بركان من الدرجة الثالثة، مش درجة 10 أو 9 الدرجات العالية القوية أبدا، ثالث درجة طلع عفار بس. قعد كل الناس دي وخسرهم مليارات الجنيهات الاسترلينية واليورو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير. يا جماعة لابد نفكر في الأمور دي، ولابد إننا ناخد منها العبرة والعظة، ونستعمل ده في دعوتنا لغير المسلمين، ونذكرهم بالله. مش معنى كده إن هم هيتذكروا، ولكن إحنا بنقوم بدورنا ونذكر هؤلاء. سبحان الله، أنا في الفترة اللي قعدتها هناك كنت ملزم إن أنا أقعد، لكن حاولت أعمل بعض الأنشطة الدعوية، والحمد لله اديت كده برزنتيشن في مدرسة من المدارس الإنجليزية عن الإسلام، وتعاملت مع بعض الطلاب المشاغبين جدا وبيعملوا نوع من أنواع الهراسمنت أو التحرش بالأولاد المسلمين هناك، ويتخانقوا معهم في مسألة الدين، وعملنا معهم ديبيت كده، وإن شاء الله يكون يعني ده جاب نتيجة جيدة، وهينمي العلاقة بالناس في المدرسة دي، لأن الحقيقة اجتمع بيا مجموعة مدرسين هناك، وعملوا معنا ميتينج بعد الظهر، واتفقوا معايا أن أنا لازم أرجع لهم تاني ونعمل يومين كاملين في المدرسة عن الإسلام. أحب أشكركم جدا، وأفكركم إن شاء الله دورة رد الشبهات العربي والإنجليزي الأسبوع القادم في أواخر أبريل وأوائل مايو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.